الأسامي اللي سطرت إنجازاتها بأحرف من ذهب منذ فترة طويلة وهي تشارك في هذا العالم الساحر، حتى وصلت هذه الفئة العمرية في فئة الكبار والتحدي والإثارة. نتابع البداية ومقدمة هذا الشوط والشايبة من قادة المجموعة ناصر بن راشد بن سعيد اليابري، من يتابع انطلاقة الشايبة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط ليها مع المركز الثاني. نتابع العزوم لسالم بن هلال بن مبارك العفاري، من يتابع انطلاقة العزوم مع المركز الثاني ومع المركز الثالث. أرى التقدم لشديد العبيد بن عبد الله بن شاهين المرر اللي يعلن انطلاقة شديدة مع المركز الثالث. رابعا مشاهدينا متابعينا الكرام التقدم لمياسة لمحمد بن سعيد بن صغير بن حمود الينيبي، متابعا لانطلاقة مياسة على مستوى المركز الرابع ومع المركز الخامس. أرى التسلل للعزوم أو العزرة من تتسلل مع المركز الخامس محمد بن ناصر بن حمود العفاري، متابعا لانطلاقة العزرة على مستوى المركز الخامس. سادس التحديات سلهودة وراشد بن علي بن مفتاح الشامسي، متابعا لانطلاقة سلهودة مع المركز السادس. بينما اذا انطلقنا مع المركز السابع بآرة من حاف تتسلل على مستوى المركز السابع، وسالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي متابعا لهذا الانطلاق الدور دور المركز الثامن. أرى التقدم للعبور وسالم بالعود بسعيد العامري، من يعلن انطلاقة العبور من بدأت تتسلل وتنطلق في هذا الأداء مع المركز الثامن أيضا، سجلاتها حافلة بالإنجازات. نتابع المركز التاسع، نتابع التقدم، نتابع التسلل، نتابع الانطلاق لجبارة لمسري بن سالم بالعرط الحميري، ومن الجانب الآخر مع المركز العاشر نتابع أيضا انطلاقة سرابة ومحمد بن ناصر بن شافي القحطاني اللي أعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول للعشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط في تحديات الكبار، في تحديات الإنتاج وفئة المنتجين في هذا العالم الساحر. لنعود مع البداية مع مقدمة هذا الشوط، نتابع العزوم، نتابع العزوم اللي قادت المجموعة وسالم بن هلال بن مبروك العفاري، من يتابع من يتابع تابع انطلاقة العزوم اللي عزمت على انتزاع ناموس هذا الشوط، اللي قادت المجموعة اللي انطلقت بناموس هذا الشوط على رأس الحرب العزوم سالم بن هلال بن مبارك العفاري يعلن هذا الانطلاق المتميز تليها مع المركز الثاني. نتابع الشايبة، نتابع الشايبة مع المركز الثاني ناصر بن راشد بن سعيد اليابري، متابعا لانطلاقة الشايبة من انطلقت بالأداء المتميز على مستوى المركز الثاني ومع المركز الثالث. وصلت شديدة، وصلت شديدة مع المركز الثالث عبيد بن عبد الله بن شاهين المرر، متابعا لانطلاقة شديدة مع المركز الثالث ومع المركز الرابع. التقدم لمياسة لمحمد بن سعيد بن صغير بن حمود الينيبي، نتابع المركز الخامس وأرى التقدم، نتابع العزرة، نتابع العزرة محمد بن ناصر بن حمودة العفاري، متابعا لانطلاقة العزرة من تتقدم في هذه اللحظات بشعار عريمة، ينطلق أيضا في هذا التحدي الصباحي الجميل والرائع في أشواط الإنتاج وفئة المنتجين. بينما انطلقنا مع المركز السادس بآرة من حافة تتسلل على سادس المراكز سالم بن حمد بن ثعلوب الدرع، متابعا لهذا الانطلاق ومع المركز السابع. المركز السابع وصلت ايضا سلهودة لراشد وأرى صوغة من بدأت تتقدم في هذه اللحظات بهذا الأداء الجميل بهذا الانطلاق الرائع. صوغة وشعار أحمد بالخزع الهركي العامري، من يعلن هذا الانطلاق
نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثامن وأرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل من العبور سالم بالعود بسعيد العامري اللي يعلن انطلاقة العبور مع المركز الثامن. تاسع التحديات وصلت جبارة وصلت جبارة مع المركز التاسع مع المركز التاسع مسري بسالم بالعرضي الحمير اللي يعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز التاسع. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الاخر من الجانب الاخر بهذا الانطلاق المثير والتسلل التسلل القادم من مرور لسيف بن خلفان بن سيف الغويص. هذه النتيجه هذه النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمه في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق بهذا التحدي المثير لنا عوده مع الصداره والبدايه. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة مع البداية مع مقدمة هذا الشوط وأرى الاندفاع الحاضر أيضا على المقدمة والصدارة والشايبة على رأس الحربة الشايبة من يتير الشوط منذ البداية وتنطلق بناموس هذا الشوط. ناصر بن راشد بن سعيد اليابري من يعلن هذا الانطلاق العزوم مع المركز الثاني لسالم بن هلال بن مروك العفاري من يعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع في هذا التحدي الجميل. المركز الثالث وصلت مياس وصلت مياس مع المركز الثالث محمد بن سعيد بصغير الينيبي ومع المركز الرابع أرى التقدم أيضا الانطلاق لمنحافه لسالم بن حمد بن ثعلوب الدرعي ولكن القدوم القدوم من صوغه أحمد بن خزع بالهرك العامري يتقدم أيضا بخطى ثابتة على مستوى المركز الرابع خامس المراكز من الجانب الآخر من الجانب الآخر التقدم الانطلاق المثير نتابع نتابع من حافل سالم بن حمد بن ثعلوب الدرعي ومع المركز السادس وصلت مرور مع المركز السادس للسيف بن خلفان بن سيف الغويص. نتابع المركز السابع نتابع التقدم نتابع التسلل وأرهني شعله نتابع شعله تتسلل في هذه اللحظات بشعار مكتوم بالشيبه السبوسي من يتابع انطلاقه شعله مع المركز السابع ومع المركز الثامن جباره مسري بن سالم بالعرطي الحميري متابعا لهذا الانطلاق من صغه تتسلل باول ندى مع المركز التاسع لمحمد بن حمد بن مصرح الاحبابي تتقدم ايضا بن صغان على مستوى المركز التاسع. وعاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام أرى القدوم في هذه اللحظات بهذا الاندفاع المثير الحذرة بشعار عبد الله بن علي بن سعيد الرايحي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام وإن سألتوا عن موقعنا فنحن غادرنا بوابة العبور الاثنين كيلومترات غادرناها في هذا الانطلاق المثير والشايبة تسيطر الشايبة تسيطر على المقدمة منذ البداية. ناصر بن راشد بن سعيد اليابري يحكم القبضة على مقدمة هذا الشوط مع انطلاقة الشايبة ولكن أرى مرور أرى مرور تتسلل مع المركز الثاني بطريقها إلى الصدارة بطريقها إلى المقدمة. سيف بن خلفان الغويص من يتابع من يتابع انطلاقة مرور وأرى التقدم أيضا نتابع صوغه أحمد بن خزع بالهرك العامري من الجانب الآخر انطلاقة شعله بالشعارة مكتوم بالشيبة السبوسي متابع تابعا لهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير. رابعا مشاهدينا متابعينا الكرام من الجانب الاخر نتابع مياس نتابع مياس محمد بن سعيد بالصغير الينيبي اللي يعلن انطلاقه مياس مع المركز الرابع الكوكب رباعيه رباعيه على مقدمه هذا الشوط والمغادره للوحه الاعلان 1200 ما تبقى عن خط النهايه والشايبه تسيطر 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 كل السيطره على مجريات هذا الشوط
الشوط ما شاء الله ناصر بن راشد بن سعيد اليابري اهالي الفوع هم الاقرب هم الاقرب لسلامات هذا الشوط بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير واللحظات اللحظات الاخيره العد التنازلي لمجريات هذا الشوط شعله مع المركز الثاني لمكتوم بالشيبه السبوسي ومع المركز الثالث المركز الثالث التقدم التقدم لمياس محمد بسعيد بصغير لينيبي اللحظات الاخيره الشايبه الشايبه تسيطر الشايبه تسيطر شعله قادمه اللحظات الاخيره ما شاء الله حان موعد الرقص صدرت الاوامر صدرت الاوامر التسلل 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 في اللحظات الاخيره شعله 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 انطلقت انطلقت بناموس هذا الشوط الشايبه تحاول اللحظات اللحظات الاخيره اللحظات المثيره والكوكبه الثنائيه الكوكبه الثنائيه الشايبه الشايبه شعله الشايبه شايبه شعله اللحظات الاخيره الموقف 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 خطير على مقدمه هذا الشوط ولكن شعله 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 انطلقت بناموس هذا الشوط مكتوم بالشيبه ينطلق بناموس هذا الشوط مع تحديات مع تحديات شعله واللحظات الاخيره اللحظات المثيره شعله 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 تنطلق بناموس هذا الشوط تهانينا لمكتوم بالشيبه السبوسي على فوز شعله بالمركز الاول المركز الثاني شايبه ناصر بن راشد اليابري المركز الثالث تاتي سرابه محمد بن ناصر بن شاب القحطاني المركز الرابع مياس محمد بسعيد بصغير بن حمود الينيبي بن صغان تصل مع المركز الخامس لمحمد بن حمد بن مصرح الحبابي هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط لنا عودة مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول شعلة إلى خط النهاية تأتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول إلى خط النهاية 12 دقيقة 50 ثانية 7 أجزاء من الثانية تهانينا المكتوم بالشيبة السبوسي على فوز شعلة بالمركز الأول الشايبة تصل مع المركز الثاني بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة 52 ثانية جزئين من الثانية تهانينا لناصر بن راشد بن سعيد اليابري على فوز الشايبة مع المركز الثاني بينما الأسرات مع المركز الثالث تاتي سرابة ب 12 دقيقة 52 ثانية وتسع أجزاء من الثانية تهانينا لمحمد بن ناصر بن شاف القحطاني تهانينا للجميع والناموس هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل انطلاقات الأشواط